البعد الروحي في المقاومة الجزائرية أو في المقاومة الوطنية. نبدأ بتصريح قائد الحملة الفرنسية الاستثمارية للجزائر في 1830 سميت الشموع هذا وثمورث قائد الحملة دو بورمون شو دينا إن إيش حملتنا على الجزائر هي حلقة من حلقات الحروب الصليبية. كل شيء واضح. صافي اثنين فكان غد رسالة باللي العدوان للجزائر أو الاحتلال للجزائر ما هو إلا حلقة من حلقات سلسلة نتاع الحلقات اللي دخل في إطار شامل وهو الحروب الصليبية. ولكن المجتمع الجزائري فهم الرسالة. الشعب ما كانش مهيئ لوقت ذاك الاستدمار. الظروف انتم عارفين كامل في 1830 كيف كان حال الجزائر من ناحية السياسية والاقتصادية والاجتماعية البنية التحتية تاعها والبنية الفكرية والثقافية يعني ظروف صعبة للغاية. لكن الحصن الحاصين اللي رجعوا له الجزائريون جميعا واللي اعطى لهم القوة يعطى لهم المدد الطاقة المتجددة لمواجهة فرنسا بجميع أساطيلها البرية والبحرية والجوية هو الدين. غرس روح الجهاد في نفوس الجزائريين والجزائريات. غرس روح الجهاد هذه هما القادة نتاع الجزائر. كي نقول قادة ماهوش غير الأئمة ولا كل القادة السياسيين والعسكريين والدينيين جميعا هؤلاء جميعا قالوا والله ما ينفع غير الجهاد. لازم نغرس روح الجهاد في نفوس الشعب الجزائري باش يقدروا يواجهوا. وغرسوا روح الجهاد باش رفعوا التوراة رفعنا القرآن إذا رفعوا التلمود رفعنا البخاري أو موطى الإمام مالك. معنى هكذا تكون المقابلة وهكذا تكون المواجهة. ماديسا فوربي ربي يرضى عليه نهار اللي قال الجزائر لم تكن فرنسية ولن تصبح فرنسية ولو أرادت. قال كان الأبوة الروحية للثورة سامخلوغاي بارمي ماشي الوحدس دا غير يسيرنا لو أمرتني فرنسا أن أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ما قلتها. ولا شو يا عزيزنا في المذان أم لا إله محمد رسول الله. ولكن مادام فرنسا دي في كل نمر واستغروا ماذا نفعل إذا كان القرآن أقوى من فرنسا؟ أعظم أنقل مو احتياطي وهي كل المقاومة تقريبا المقاومة سواء تاع الزعاطشة ولا تاع سيدي الشيخ ولا تاع الشيخ المقراني ولا تاع لفظ منسومه ولا تاع كل المقاومين والمقاومات أكن ملا السعانة ضرر الدين سونس اكسبسيون أكن ملا. إذا ما تفض مجموعة منهم خرجوا الزوايا سيتادير سيد معمر ديجي اسم مسكين يقرز سيد معمر سيتادير بتسد من كلمة العمار ضد الخراب سينيدوسا. فبالتالي قلت معظم هؤلاء منهم اللي عندهم صلة وثيقة بثيم عمر. معظم هؤلاء المقاومين أو المقاومات الشعبية القادة نتاع المقاومات الشعبية ذكرت نماذج منها وكذلك كامل عندهم علاقة مباشرة بثيم عمر نقل الزوايا العلمية القرآنية في الجزائر. هؤلاء وهم يدرسون ويعلمون أيضا كانوا يزرعون روح الجهاد في نفوس الجزائريين والجزائريات ويعلموهم بأن هذا عدو. أنا قلت الآن كلمة دوبرمون في الحملات الصليبية وكيف المجتمع الجزائري استوعب الرسالة ورد عليه أيضا برسالة مماثلة. لا الدين كان وراء هذه الثورة يقينا. نزيد أعطيكم دليل آخر. دليل في المقاومات الحركة الوطنية الحركة تاع الأمير عبد القادر كيف كلكم يعلم من يكون الأمير عبد القادر في نوفمبر أذكركم به واش يقول الذي صاحب انفجار الثورة الجزائرية فقرأ تأسيس أو بناء دولة جزائرية ديمقراطية في إطار المبادئ الإسلامية. يعني شو السيريما مجاهدين ذي الوقتين من بعد الاستقلال إن شاء الله أذنون دولة جزائرية ديمقراطية يعني حتى الديمقراطية معلنة بصراحة ولكن خذ من الكادر جنرال الإطار العام قالوا
في إطار المبادئ الإسلامية. قسما بجح ينزف الحقد ويغلي بالوعيد، قسما بدمعة جدتي سكبت على قبر الشهيد، أو زغردت فلقد ظننت فيومها عام جديد، إلى أن قال: وفتحت أكمامي لأنظر موطني تحت الخيام، وأبيع أعشاب الربيع لأطرد الموت الزؤام. كي يموت الشهيد كيفاش يستقبلوها النساء؟ بالزغاريد. على بالكم في 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 موطن الحزن نورمالمون ديالنا وموطن الانهيار ديالنا، نورمالمون المجتمع ينهار بويناس الشهيد نغات، ولكن ديالنا شوف هاد روح المقاومه كانت حاضره، قال نقاوم. وعلى بالكم العدو اذا هزمته من الناحيه النفسيه ثقي عنصر اساس في في في, في الانتصار، الهزيمه النفسيه اذا وفقت لتحقيقها. يعني يون ميلا يوض باش اذ يهزم اذا ونقصميس من ناحية المعنوية، من ناحية النفسية سينهار، ولكن من ناحية المعنوية اذا كان قائما وقويا تلك المشكلة. فبالتالي هذه الزغاريد حقيقة تدمرهم. وروالنا بعض المجاهدين قال لك: ونحن في القتال مع العدو كنا نردد القرآن الكريم، وهذه سمعتها من اكثر من ثلاث مجاهدين، إن يكذين هايل السن ولكن سورة الفاتحة قل هو الله أحد إلى آخره، ذا مرد وين لا وين ثلاث طرطور يسخن يعذب لشو سقارا، لا إله إلا الله لا إله إلا الله، معنى كان تعطيه الطاقة. وكانوا شغل ولا شغل كود يعني بيناتهم باللي ميكن لا إله إلا الله معنى أثبت أحذر أتزنزلت مثليك النار أتخدمت أكذ واذو. يا الجزائر أنضحي الفداء، نطفي ذرار نرنا الاستعمار في الحرية، نعهد الوطن أذويذ يموثن ونحب سارا، ألا من حرد ثمور عزيز أتسع اللواء. للتاريخ مرفوعا جميل.